صباح الخير عليكم. اللي ما نهضر على الكوليسترول، شحال من مرة تيجوا عندي الناس يقول لي الطبيب اللي عندك الكوليسترول هي ما خصيش ناكل، خصنا ناكل كل شيء غير مبخر غير وما داكشي ماشي لذيذ. تنحاول نعطيكم يعني نصائح باش ولو عندكم الكوليسترول غادي تاكلوا داكشي صحي ولذيذ ان شاء الله. شنو الكوليسترول؟ الكوليسترول هو مهم للصحة ديالنا. الكوليسترول هي بحال مادة دسمة تتكون في الذات ديالنا، هي اللي تتحمي الخلايا ديالنا لي سيلول كلهم، هو صحي الهضم ديالنا وكذلك صحي الهرمونات ديالنا. ولا بد خص يكون عندنا الكوليسترول في الذات على ودك لا فيتامين دي باش تثبت في العظام ديالنا. شنو هو الكوليسترول؟ الكوليسترول كيكتبوا مادة دسمة، ولكن مادة دسمة ما تدوش في الماء، دونك خصها شي مواد اللي تنسميهم لي ليبوبروتين تياخذوا ذاك الكوليسترول، هما اللي تيديهم سي دي ترانسبورتور في الذات ديالنا. كاين جوج ديال الانواع، كاين اللي تنسميوهم الكوليسترول الصحي وكاين الكوليسترول ماشي صحي. الكوليسترول الصحي هو داك لي ليبوبروتين اللي تنسميوهم الاش دي ال، تيقبط داك الماده الدسمه تيديها تستعملها، من داكشي اللي تيبقى تيمشي تيعاود يردو في الكبده والكبده تتحيدو في الخروج. والكوليسترول اللي ماشي صحي اللي تنسميوه الدي ال، هذاك ولو الذات ديالنا تاخذ اللي خصها داكشي اللي تيبقى في الذات وتيمشي كثرتو في شرايين القلب وتتسبب لنا في أمراض كثيرة. الأسباب الكوليسترول وراثي، الناس اللي تيدخلوا السمنة، الناس اللي عندهم مرض سكري، الناس اللي عندهم مرض الكلى، وكاين حتى بعض الأدوية اللي تتسبب لنا بداك الكوليسترول اللي ماشي صحي بحال الكورتيكويد اللي تياخذوا الناس يعني مدة طويلة، ولا التريتمون هرمونال، ولا لا بيلول، ولا لي زونتي انفلاماتوار. هادو كلهم الناس اللي تياخذوا هذه الأدوية مدة طويلة الطبيب ديالهم سيغمون تيعطيهم يعني تحليلة مرة في العام باش تيشوفوا واش داك الكوليسترول اللي ماشي صحيح عندهم يعني طالع. دابا نقدروا ناكلوا صحي، نقدروا ناكلوا مأكولات اللي ماشي غنيه بالكوليسترول. الكوليسترول اللي ماشي صحي تنجبروه كثرتو في المواد الحيوانيه، ونقدر نوجد لكم يعني اطباق اللي ان شاء الله تكون لذيذه وتعجبكم. غنبدا بلي زونتري. لي زونتري شنو هما؟ هذا اون انتري شنو فيها؟ فيها السكريات البطيئه، فيها الالياف، شنو فيها؟ فيها الحمص، فيها فول القناوه ولا اللوبيا الكحله. هاد لي اريكو نواغ تنجبروهم قليل ولا تنجبروهم في العلب نغسلوهم مزيان، ولا المايس تنعملوا اون صوص غير بزيت العود، زيت العود صحي، وتنعملوا شويه ديال الحامض وشويه ديال الملح والابزار، وتنغذي هاد الماكوله بالحبوب وبالزريعه اللي تتكون غنيه بلي اوميغا 3 اللي هي صحيه وتتزيد لنا داك الكوليسترول اللي عنده جوده مهمه. بحال دابا هنا درت زريعه ديال القرعه الحمراء تنغذيو بها، وهذه تتكون وكله كامله، ونقدروا نزيدوا معها يعني ولو ما نبغوش نديروا فاكهه، هذه وكله كامله ولذيذه والناس تتعجبهم. دائما انا تيعجبني نعمل داك المالح والحلو، هذه يعني اون انتري فيها بيبي اللي صحي، ماشي ما فيش داك يعني سيت اون فياند بلانش صحيه، بيبي مشرمل طيب طيب ديالنا، وحتى تيطيب تنحيد داك الماء اللي فيه وتنسخنو شويه في الفران وتنزيد معاه لافوكا. لافوكا مهم بزاف، الناس اللي عندهم الكوليسترول ولو ياكلوا لافوكا وياكلوا التفاح يوميا ما غاديش يضرهم، غادي يكون صحي حيت لي زاسيد اللي فيهم يسون انساتوري اي بولي انساتوري. وتعجبني دائما داك لا نوت سكري، درت معاها شويه ديال لامونغ، ولا ديروا اي حاجه اللي عندهم نقاس ولا اللي كان، وتنعملوا فيها حتى هي غير شويه زيت العود شويه ديال الملح والابزار. وكله اخرى الناس يخافوا من الطون، تيخافوا هي اللي عنده الكوليسترول ما يكثرش من فواكه البحر، كثرتو الريوس ديالهم، حيت الكوليسترول اللي ماشي صحي تنجبروا في ليتات بحال دابا ليتات دو كروفيت، هذوك اللي ما خصناش نكثروا منهم. هذا يعني وكله صحيه كامله، فيها البطاطا مسلوقه، فيها ماتيشا، فيها الفخوماج مرقد شويه، فيها الطون، الملح والابزار، فيها البصله، هذو كلهم سو سون دي زونتري صحيين. وإلا كلاو غير وحده في الوجبه يعني راه صافي، عملوا خداو الاحتياجات ديال النهار ديالهم كلهم، وعندهم بعض لي كونستيتيون اللي ضد لو موفي كوليسترول. كملنا لي زونتري غادي نوصلوا لي بلا. لي بلا الناس تيخافوا من اللحم، تيخافوا من الدجاج،
ما خصهمش يخافوا. كيف دائما تنقول انا وسي نبيل بان الطريقه كيف نطيبهم كيف نحضرهم هما اللي تيقدروا يغيروا لنا يعني داك الجوده ديالهم. غادي نبدا باللحم. هذا سوسون اللحم اي حام. انا خديت ديال البقر، خديت دي زيسكالوب، تنقطعهم شرايين، تنطيبوهم في مقله اللي ما تتلصقش، ما فيهم حتى حاجه لا من الحاله يبزار باش ما تيقصحوش، حتى تيبداو يطيبوا ناخذ شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الفلفله صبراء ولي شامبينيون ساك ولا لي شامبينيون عاديين، وتنديو مع شويه ديال البصله، وساعه ساعه تنزيد شويه ديال السوجا صحيه باش يعطينا داك الذا، ما تنزيدو فيه لا يبزار لا ملحه لا حتى حاجه، تيبقى يطيب بالمهال كيف تنقولوا وتيكون صحي. طبعا الفلفله فيها الالياف، الالياف صحيين ومهمين لذاك الكوليسترول اللي ماشي صحي. الدجاج، الناس يخافوا من الدجاج، طيب ديالنا عادي. وباش نعاود هاد الدجاج حيت ما فيهش الخضر، تنعمل دي كاروت غراسي، تناخد دي كاروت جزر بيو، ما تنقيش، تنغسلو مزيان، تيتسلق بشويه بشويه ديال الملح والابزار، ما فيش نهائيا الماده الدسمه. وكاين اللي تيبغي يقدر يزيد شويه ديال زيت العود، تيجي لذيذ. غادي نوصل للطون. الطون صحي، علاش صحي؟ الناس اللي عندهم كوليسترول فيه يعني فيه بزاف ديال اليود، فيه البروتينات جوده يعني صحيه، وفيه لا فيتامين دي. الوغ هاد الطرف ديال الطون كيف تنسمو سي دو طون روج، تنجبروه وماشي غالي بزاف في السوق، تنفرش له مطيشه والربيع بس، وتنعملو في الفران وتيطيب بشويه عليه، وتنتا تيطيب عاد تنزيد فوق منه شويه ديال الملحه والابزار وشويه ديال القزبر شويه محكوك. باش نقدر نرافقو هاد الشيء بشويه ديال الروز لو ري كومبلي، تيجي لذيذ. الوغ الروز ومع لي بتي بوا تنعرفو بان الا كلينا غير هذا الروز ومع لو بتي بوا هذا لي ليغومينوز لي فيكولون، بحال الا عندنا يعني البروتينات جوده صحيه. وتيعجبني انا مطيشه، مطيشه فيها لا فيتامين سي، تنعمل فيها شويه القزبر، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثومه. هاد مطيشه طيبه شويه في الفران واحد جوج ولا ثلاثه دقائق غير باش تطلق شويه، وهاد لي زاكومبانيون تيقدروا ناكلوهم مع هادشي كله. يعني الناس اللي تياكلوا من هادو يكونوا مأكدين راه ما كانش شي مشكل باش يتزاد لهم داك الكوليسترول اللي ماشي صحي. دائما تنختموا بلي ديسير. لي ديسير الناس تيخافوا من البيض. البيض نقدر ناخذوا حتى جوج، ولو عندنا الكوليسترول طالع داك اللي ماشي صحي، نقدر ناخذوا حتى جوج في النهار. من الاحسن ناخذوا البيض بلدي، والاحسن نحاولوا نشوفوا داك البيض واش الدجاجه كنا تنعطيو هذاك زريعه الكتان باش نغذيوه بلي زو اوميغا 3. دونك بحال دابا في هاد لي 3 بتي كيك درت كثرت القرفه، هاد لي 3 بتي كيك فيهم بيضه وحده، دونك لو كيك عادي. وباش تجي شويه جاريه تنزيد شويه ديال الحليب ولا قشطه طريه. هذا سيسون دي كيك نورمو يعني وعاديين، تيتفرتت شويه ولكن ما فيش، هادو كلهم فيهم بيضه وحده. نتي شتنا شويه ديال الكيك، شويه ديال لي غاتو ولا هذا، تنخليوه في الثلاجه، تنقطعو طريفات طريفات، وتنقدروا نعملوا دي بتي ديسير هكذا. دونك هنا شويه ديال السميده طايبه، شويه ديال الكيك، تنزيدو فيه شويه ديال لي فري، وهادو تيصبروا 3 ايام حتى 4 ايام وصحيين، ونقدروا نزيدو عليهم عصير الفواكه ولا ناخذهم هكذا. والحاجه الاخيره هو ان غاتو دو سمول. ان غاتو دو سمول، هاد لو غاتو دو سمول ما فيه لا سكر، ما فيه لا ماده دسمه، ما فيهش الحليب، يعني هذا كلشي. اللي عنده الكوليسترول ولا عنده مشكل ديال اللاكتوز ولا اللي عنده مشكل ديال الجلوتين ولا عنده مرض سكري يقدر ياكلو، واللي تيذوقو تيقول له حلو، نقدر نحلف لكم بان ما فيش سكر نهائيا. تنقبض السميده ديالنا، تنطيبها بالماء ديال لي بواغ ديال الكاس اللي تيبقى يتسرق مده طويله، وبه تنصوب هاد لو غاتو، تنفرش لي بواغ، تندير فوق منه داك السميده تتكون طيبه بالماء ديال لي بواغ، تنخليها شويه جاريه ونديرها في الفران. ملي طيب تنعاود نقلبها، وطبعا تنقدر نزيد فيها الشكلاط، ما فيش سكريات ولا ديكور كيف بغينا. هاد الوجبه هادي تتبقى حتى 4 ايام في الثلاجه، ما تيوقع لها حتى حاجه. ودائما انا تنخمم الدراري ملي تيبغيو ياكلوا شي حاجه وتكون في الثلاجه ولو ياكلوها بارده. هادشي كله تنقدروا ناكلوا مع طريف الخبز، من الاحسن نكثروا من الخبز ولا من الماكولات اللي فيها زرارع كيف تنقولوا بالكثره. خديت هاد لو بان، هذا تيتباع في السوق، نقدروا نصوبوه في الدار، فيه يعني شويه زريعه كتان، فيه شويه زريعه ديال
يعني الزريعه ديالنا كلها فيها شويه ديال البيستاش. هانتوما شفتوا يعني ثلاثه ديال انتري بلا ديسير صحيين، وما غادي يعمل لكم حتى ضرر وما غاديش يضركم، وبالصحه والسلامه.